تقول إنها حينما كانت صغيرة بحكم جهلها كانت تصوم حتى الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولم تكن تقضيها. هي الآن لا تعرف بالضبط كم يوم كان عليها يعني عليها الصيام، فماذا تفعل الآن؟ هذه الأخت التي صامت أيام حيضها والآن تسأل ماذا تصنع؟ الصيام أيام الحيض محرم، وهي لكونها لا تعلم فلا شيء عليها من حيث الإثم، لكن عليها قضاء تلك الأيام، عليها يجب عليها قضاء تلك الأيام. كيف تعرف هذه الأيام وقد امتد الوقت؟ وهذا يسأل عنه كثيرا، منهم من يفرط في القضاء ومنهم من كحل الأخت يعني لا يدري أنه يجب أن يقضي فيترك القضاء. الطريقة التي تصير إليها في معرفة ما عليها من الأيام هو التقريب والتقدير. كيف ذلك؟ تحسب كم عادتها في المعتاد في الشهر، 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ثم إذا عرفت أنه عليها 5 أيام من عادتها أن تحيض 5 أيام أو 6 أيام، وإذا شكت 4 ولا 5 تأخذ بالأكثر، تأخذ بالأكثر لأنه الأبرأ للذمة، فتعتبرها 5 أيام. وإذا كان 5 أيام وتركت هذا ل5 سنوات مثلا، فخمسة أيام 5 في 5 عليها 25 يوما. بهذه الطريقة تحسبها، يعني بمعنى أن تقدر رمضان في السنة مرة واحدة. هذه السنة كم ترك، كم سنة جرى معك هذا الحدث؟ 5 سنوات 3 سنوات 4 سنوات. نقول عادتك في حيضك المعتاد كم في الشهر؟ 3 أيام 4 أيام. تقدر، فإذا قدرت أنه 3 أيام فهي في السنة عليها 3 أيام، إذا تركت ذلك 3 سنوات فعليها 9 أيام.